أنا سيف المصري، استشاري عقاري من شركة ريل سبيس. هتكلم معاكم النهاردة عن مول سيتي هول نيو كابيتال لشركة سيراك. خلينا نتكلم عن شركة سيراك في الأول. هي شركة مصرية إماراتية يملكها رجل الأعمال الكبير طارق سليمان، بخبرة كبيرة جدا في مجال التطوير العقاري ومجال الألماز. أهم أعمال الشركة مشروع ستيلا ووك في ستيلا سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، ونزلنا النهاردة بتاني مشروع لينا اللي هو سيتي هول نيو كابيتال بعد سيتي هول نيو كايرو اللي حقق نجاح كبير في التجمع الخامس. لو أتكلم عن اللوكيشن بتاع مشروع سيتي هول نيو كابيتال، فاحنا اخترنا لوكيشن مميز جدا بسبب تميزه، بسبب ان هو موجود في حي المستثمرين، عشان هو أول طرح اوريدي موجود في العاصمة الإدارية اللي فيه نسبة إنشاءات بتتعدى 90%. خلينا نتكلم على المساحه البنائيه للمشروع، هي اكتر من 13000 متر بواجهه عرضها 375 متر على شارع المحور الغربي لحي المستثمرين، بنسبه انشاءات في المول تتعدى 70%. من الناحيه التشغيليه او كعائد استثماري هيعود عليا من المول، انا بتكلم في مول عدد الوحدات فيه قليله، فده بيقدر يحقق لي اكبر عائد استثماري من الوحدات وسهوله تشغيل المول. لو هتكلم على نظام الدفع في الاداري والتجاري، فانا بتكلم على 10% مقدم وبتوصل ل 7 سنين و8 سنين تقسيط. لو حابين تكلموني او تعرفوا تفاصيل اكتر عن المشروع، هتكلموا على الرقم الموجود في اسفل الشاشه، او لو حابين تعرفوا عننا كشركه ريل سبيس معلومات عمدا عن الماركت واللي متاح فيه، تقدروا تدخلوا على اللينكات الموجوده في الديسكريبشن. شكرا.